الآن نرحب بضيفنا من بيروت العميد متقاعد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بحضرتك معنا سيادة العميد. أبدأ معك بما يدور الآن في عيت الشعب. حزب الله يتحدث عن اشتباكات ضارية من المسافة صفر، وكذلك مراسلون يؤكدون أن ربما هناك توغلات عديدة في عيت الشعب من قبل جيش الاحتلال. وهنا السؤال سيادة العميد، حتى اللحظة يتقدم جيش الاحتلال بوحدات من النخبة في عمليات محدودة للغاية ثم يغادر، يعود أدراجه لا يبقى. نعم، شاهدنا هذا المشهد في كفركلا منذ يومين كذلك. استحضر الإعلاميين ورفع العلم ويعني بأنه احتل كفركلا، وفي اليوم التالي قصف كفركلا. اليوم الميدان فعلا، يعني إذا أنا لا أقول سرا إذا قلت أن كل قرية في الميدان لديها قيادتها ولديها أسلحتها وعناصرها، ويعني التعامل يجري ما قبل الخط الأول، ما قبل الخط الدفاعي الأساسي يعني الذي يقيمه حزب الله. اسمح لي بالمقاطعة سيادة العميد، اسمح لي بالمقاطعة المبكرة. الآن معنا صور من الضاحية الجنوبية، تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية. وهنا السؤال، يعني الضحية الجنوبية بالطبع هي أصبحت مكانا مهجورا من السكان، ففكرة أن هذه الغارات تلاحق قياديا في حزب الله تتنافى هذه الفكرة. طيب، حتى هذه الغارات من المفترض أنه حين تستهدف مخازن سلاح تتولد يعني عقب الغارة موجات انفجارية متعددة لساعات، حتى ذلك لا نجده. وهنا السؤال، ما الذي يتم استهدافه في الضاحية؟ لم يعد لدى العدو الإسرائيلي بنك أهداف كبير سوى التدمير والقتل والتهجير فقط، هذه هي أهدافه. من اغتال من القيادات اعتقد أن كل القيادات العسكرية التي اغتالها هي سوف توقف الميدان. كما قلت لك، الميدان هو مكلف من أهالي القرى ومن الناس الصامدين في هذا الميدان، ومن قوة لا تتجاوز 1000 عنصر منتشرة في أماكن القتال. بالتالي حزب الله لم يستنفر عناصره، وكل القتل الذي حصل بمسيرات وباغتيالات قادة كله هذا عمل استعراضي لداتا، لسجلات قديمة لقادة يعني ليسوا على الميدان بشكل واضح. من هم على الميدان؟ هم صامدون، والكلام للميدان اليوم. حتى لو كان استطاع التوغل، حتى لو استطاع إدخال قوته النارية المتمثلة بالدبابات، أعتقد أن لدى حزب الله استراتيجية واضحة بأن ممكن أن لا نتمسك بالجغرافيا، ولكن التمسك باستنزاف قوات العدو عندما يدخل حتى لا يستطيع البقاء أو الصمود في أي مكان يدخله. وهذا محور سؤالك، أنه يدخل ويخرج، يعني عمليات الكر والفر ليست صدفة. لو يستطيع البقاء كان يمكن أن يبقى، ولكن لديه مخططات. طيب، بالتطويق من أماكن معينة وصولا إلى المدن الرئيسية، مثلا يقوم من ناحية عيترون ومن ناحية الطيبي ومن ناحية رميش بولمطلي بتطويق مثلا بنت جبيل. يعني هل ممكن أن يكون يهدف إلى الوصول إلى مدينة رئيسية؟ نعم، هذا ما يمكن أن يكون يخطط له. طيب، هنا أيضا سيادة العميد عسكريا، يعني هل علينا أن نتوقع أن 5 فرق إسرائيلية لا تقوى على مقاومة حزب الله؟ يعني جيش الاحتلال يعني حشد 5 فرق حتى الآن، صحيح، على الحدود. الفرق 5 بقواتها، حتى بالقوات الجوية الإسرائيلية بالغطاء المدفعي، لا تستطيع أن تجتاح الجنوب، أم أن هناك أهداف أخرى؟ بدأ عملية التي اسمها سهام الشمال، بدأ بفرقة واحدة باستطلاع بالنار وبكشف على الأرض حتى يمشط الأرض تمهيدا لدخول القوى الأخرى. عندما دخل ب4 فرق من 4 محاور يبدو أنه صد على ال4 محاور ولم يتمكن من التقدم أكثر من أمتار أو مئات الأمتار. هو دخل بقوات نخبة سيادة العميد فقط، صحيح؟ دخل بوحدات رمزية، دخل بأرتال رمزية، لم يدخل بفرقة كاملة، صحيح؟ عندما دخل في الأول قوات نخبة فقط، ولكن نعم، عندما دخل بال4 فرق والفرقة 5 معظمهم من الاحتياط، استدعوا من الاحتياط. أولا
يعني الاحتياط، شهدنا أن في غزة مثلا هناك إعلانات من الجيش الإسرائيلي أنه هناك قتلى بنيران صديقة. يعني هؤلاء الاحتياط عندما تعطيهم تقنيات حديثة وكانوا خرجوا من الخدمة لسنوات، أعتقد أن هناك فعلا إصابات بهذا الحشد القوي. يعني 70,000، بين 50,000 و70,000 من دخل إلى هذه المعركة، يعني هناك ممكن أن يكون إصابات بنيران صديقة لعدم المران. ثانيا، أول دخول كان فقد الجيش الاحتلال 8 عناصر، هم 7 ضباط منهم 6 نقباء ورائد. يعني يبدو أن العنصر لا يتقدم في الأول، يخشى التقدم، مما يلزم الضباط بالتقدم كرأس حربة. وهذا عند قتل مجموعة من الضباط، يعني أنت تقتل قادة سرايا أو قادة الألوية، قادة فصائل، وهذا يجب بعده إعادة هيكلة القوى. وهذا ما شاهدناه يعني بالأمس، منذ حوالي أسبوع جرى دمج عمليات ما بين الفرقة 146 و136، لأن أحدى هذه الفرق فقدت كتيبة من دباباتها. نعم. يعني جرى دمجها. وكذلك بال 91 و 98 كمان يقومون بعمليات مشتركة على محور واحد. يعني هناك إعادة برمجة، لأن طيب. هناك فشل في التقدم. طيب، سؤالي الأخير لحضرتك سيادة العميد، مؤتمر باريس اليوم يتحدث عن دعم اقتصادي للبنان، دعم سياسي كذلك، الكل يدعو إلى تطبيق 1701، الكل يدعو إلى وقف لإطلاق النار ونهاية للعدوان وهذه الحرب. هل هناك شروط بعينها لحزب الله في اعتقادك؟ حزب الله ليس لديه شروط. فوض الرئيس نبيه بري بأن نحن مقاومة وأنتم دولة، الدولة تستطيع التصرف بمطالبة بتطبيق 1701 كاملا. ولكن هناك مبدأ في 1701 لا يشير إليه الخبراء، وحتى أنا تفاجأت من أمين عام الأمم المتحدة عندما ربط 1501 بالبنود الأساسية القرارات السابقة، وهي ضمنا صح 1559، يعني عدم وجود أي سلاح خارج الشرعية اللبنانية، وكذلك 1680، ويعني عدم إدخال أي سلاح إلى لبنان ما لم يكن هناك إلى الحكومة اللبنانية. بالتالي هناك قرار هام جدا، أحد أهم القرارات في هذا الاتجاه هو القرار، ما هو قرار، نعم تفضل تفضل، هو قرار الانسحاب إلى حدود الدولية. نعم، انسحاب كافة القوى الأجنبية إلى الحدود الدولية. ما هي الحدود الدولية؟ خط الأزرق اليوم هو خط انسحاب فقط، طبق عام 2006. الحدود الدولية مرسومة بين لبنان وإسرائيل هي اتفاقية الهدنة 1949. هذه الاتفاقية، اتفاقية الهدنة، يعني هي الحدود بين لبنان وفلسطين، تعيد لنا مزارع الشبعة وتلال كفرشوبة، ويخرج العدو الإسرائيلي، ولا حاجة لا لمقاومة ولا حتى لقوة طوارئ دولية أو اليونيفيل. هذا أهم مبدأ بال 1701. طبعا نعم. إسرائيل لن تقبل ولن يطبق هذا المبدأ. أشكرك العميد متقاعد ناجم لاعب، المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت، شكرا لحضرتك.